بسم الله الرحمن الرحيم نواصل سلسله حل سلسله التمرينات كما طرقنا في الفيديوهات السابقه الى دراسه مفهوم مجموعه التعريف كيف نعين مجموعه التعريف طرقنا ايضا في الفيديو اللي بعده كيف ندير النهايات كيف نحسب النهايات بعض الدوال طرقنا في الفيديو الثالث الى دراسه التمديد بالاستمرار ودنا ملخص بسيط جدا عن النظرية هذه كيف نقدر نطبقها وكيف نقدر نطبقها وكيف نقدر نطبق دوكا في التمرين الرابع والاخير كيف ما نقدرش نطبقها دوكا هذه هو التمرين الرابع انا النظرية هذيك في وش من هي الحالات اللي ما نقدرش نطبقها اول حاجه عندنا التمرين الرابع أعطانا في التمرين الرابع هنا بنفس الطريقة قالك هل ترى نقدر نمدد التمديد باستمرار على R في الدوال التالية أول وحدة هي الدالة Fx وش تساوي؟ تساوي إكسبونونسيال واحد على X مربع هنا طبيعة الحال لو كان نحسب أنا مجموعة التعريف هنايا لو كان نحسب مجموعة التعريف تاع هنا نلقاو هي R إطوال يعني الآن ما عدا الزيرو يعني الزيرو هنا ما قيمة ما راح نحاول نضيف الصفر الصفر نضيفه في مجموعة التعريف السؤال اللي احنا نطرحوه هل يا ترى نقدر نضيف صفر ولا نضيف صفر تبع معايا احنا هنايا كيف نقدر نضيف صفر قلنا الصفر بصورة مباشرة ما عدوش ما كانش مش راح نخدم بها ولكن راح نخدم بالنهاية لو انني نحسب النهاية لما اكس يقول لنا الصفر تاع الدالة هذيا وش تساوي هي اكسبونونسيال واحد على اكس مربع لما اكس يقول لنا صفر احنا على بال درنا نهائي عند الصفر لانها الصفر هي فيها هي نقطه الحاجه هي اللي ما عندهاش صوره تاعها واش راح نلقاوها هي اكسبونونسيال واحد على صفر هي اكسبونونسيال زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه دوك انا قدرنا نحسب النهايه ولكن النهايه هنا شو يساوي؟ يساوي ما لا نهايه واش معناتها يساوي زائد ما لا نهايه؟ معناتها النهايه غير موجوده يعني النهايه دوك النهايه هنايا غير موجود كي تعود النهايه غير موجوده شنو نقدر نقول هنا ومنه الداله ومنه الداله لا تقبل تمديد بالاستمرار علاش ما تقبلش تمديد بالاستمرار لان النهايه تاعها تساوي زائد من الحياه نشوفوا الفكره الثانيه هنا في التمرين هذا كما قلنا هنا راح نحاول نطرق وندرس ما هي الحالات ولا ما هي المواقع اللي ما تخلينيش نمدد ندير تمديد بالاستمرار شفنا الاولى انا ما نقدرش ندير تمديد بالاستمرار زين نشوف الثانيه عدد الداله الثانيه هي اف اكس وش تساوي تساوي اكس على واحد ناقص اكس مربع هنايا لو كان ندير مجموعة التعريف نلقاوها لو كان هنا ندير مجموعة التعريف مجموعة التعريف تاع الدالة هذيا كيف نخرجوا مجموعة التعريف هي النقاط اللي تكون فيها المقام غير معرف واش معناتها المقام غير معرف معناتها المقام يساوي صفر دونك تكون المقام يساوي صفر في نقطتين اللي هما الواحد والناقص في الواحد والناقص واحد يعني شنو ندير هنايا ندير من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد من ناقص واحد لواحد اتحاد من واحد زائد ما لا نهاية أو بطريقة أخرى شو يساوي؟ هي الآر ما عدا ناقص واحد والواحد دوكا السؤال تاعنا حين يبقى مطروح هل يا ترى نقدر نضيف النقطتين هذه الواحد وناقص واحد في مجموعة التعريف ولا ما نقدرش نضيفهم؟ شو ندير هنا؟ طبعا الحال راح ندرس النهاية لو أنني نحسب نهاية f(x) لما x يؤول إلى ناقص واحد شو يساوي؟ هي نهاية x على واحد ناقص x مربع لما x يؤول إلى ناقص واحد شو يساوي؟ ناقص واحد على صفر وش يساوي؟ يساوي ناقص ما لا نهاية
هذه الدالة هذه النهاية هذه غير موجودة. دونك النهاية هنايا النهاية غير موجودة. زين نشوفوا واحدة أخرى في الـ في الـ في الـ في القيمة زائد واحد. لما إكس يؤول إلى واحد شو يساوي؟ هنا صار ليميت تاع إكس واحد ناقص إكس مربع. لما إكس يؤول إلى الواحد شو يساوي؟ هو الواحد على صفر يساوي زائد ما لا نهاية. ومنه النهاية شنو نقدر نكتب هنا؟ النهاية غير موجودة. يعني النهاية عند الناقص واحد النهاية غير موجودة، النهاية عند الواحد النهاية غير موجودة. وش معناتها هنايا؟ معناتها أن الدالة لا تقبل تمديد بالاستمرار عند النقطتين ناقص واحد الواحد. الدالة لا تقبل تمديد بالاستمرار عند النقطتين ناقص واحد الواحد. وش معناتها لا تقبل تمديد بالاستمرار؟ النهاية غير موجودة. احنا قلنا وش ستكون النهاية موجودة؟ إذا كانت النهاية من اليمين هي نفس النهاية من اليسار، إذا كانت النهاية موجودة والنهاية واحدة. وش معناتها النهاية موجودة؟ أن لازم تكون تختلف عن ما لا نهاية. نروح نطرق اللي بعدها. معناها التمديد بالاستمرار يعني موش دائما نقدر نطبقوها، يعني كاين مرات وين ما نقدروش. وكتا ما نقدرش في العموم كتا ما نقدرش اذا كانت النهايه غير موجوده، يعني النهايه غير منتهيه. كي نقولوا احنا النهايه غير موجوده، في بعض من بين الامور اللي تدعو فيها النهايه غير موجوده مثلا النهايه غير منتهيه. صح. نشوف واحده اخرى اللي هي اللي هي بأربعة. الدالة تاعنا اف اكس شو يساوي؟ كوسينوس اكس على اكس. طبيعة الحال دي دو اف هي الار اطوال. على هو الار اطوال لان دالة كوسينوس، لان دالة كوسينوس مجموع التعريف تاعها هي الار كم، والدالة واحد على اكس مجموع التعريف تاعها هي الار اطوال. اذا مجموع التعريف تاع الدالة تاعنا هو ار اطوال. دوكا راح نحاول هل يا ترى نقدر نضيف نقطة صفر في مجموع التعريف ولا ما نقدرش؟ يعني نقدر نكتبها بشكل كيما هذا، يعني هي ار ناقص صفر. السؤال تاعنا هل ترى نقدر نضيف صفر في مجموع التعريف ولا ما نقدرش؟ كيف نديرو هنايا؟ نروح نحاول ندرس نهاية دالة هذه. لما الإكس يؤول إلى صفر، وش يساوي؟ نهاية كوسينوس إكس على إكس. لما الإكس يؤول إلى صفر. هنا ما نقدرش نطبق النظرية اللي درناها في الفيديوهات السابقة، أنها واحدة تكون محدودة وواحدة نهايتها تساوي صفر، لأن الأخرى واحدة على إكس نهايتها ما تساويش صفر. الدالة الأولى هي كوسينوس صح محدودة، ولكن الدالة الثانية هي واحدة على إكس. إحنا قلنا الفكرة تاعنا تصلح ما عدا في الجدار، ما تصلحش في القسمة. يعني الدالة الثانية هي واحدة على إكس نهايتها تساوي زائد ما النهاية. إذا نهاية التحالف الشهية هي زائد ما النهاية. كي نعوضو بالصفر دونك هذا هو الواحد، هذا كوسين صفر هو الواحد، وهذا والصفر يعني واحد على صفر، يعني تساوي واحد على صفر، العرض تساوي واحد على صفر اللي هو زائد ما لا نهاية. إذا بنفس الطريقة يعني النهاية هنايا يعني غير موجودة، ومنه لا يمكننا تمديد الدالة اف بالاستمرار على ان. نضيف واحدة أخرى، ذكر واحدة أخرى. هنا في التمرين هذا راح نطرق فقط ضربنا ولا نطرق إلى مفهوم وكيفاش ما نقدرش نطبق التمديد بالاستمرار. نشوفوا الخمسة. دالة اف اكس هي اكس على اكس أس 3 زائد 1 زائد 4 على اكس زائد 2. هنا مجموع التعريف تاعها وش هي؟ هنا مجموع التعريف تاعها وش هي؟ ها اكس مربع ناوي اكس 3. هنا اكس أس 3 راح نلقاو القيمة ناقص واحد هي تعدل المقام، وراح نلقاو قيمة ناقص اثنين ثاني تعدل المقام.
يعني هي R مجموعة التعريف تاعنا وش هي؟ هي R ما عدا ناقص واحد وناقص اثنين. هي R ما عدا ناقص واحد وناقص اثنين. هاي إذن نحاول دوكا ندرس هل ترى نقدر نضيف نقطتين ناقص واحد في مجموع التعريف وناقص اثنين في مجموع التعريف، نقدر نضيفه ونقص نضيفه. احنا علينا حين ناقص اثنين لأنها المقام هنا يساوي الصفر، لازم نحوه من ناقص اثنين من R. هنا حين ناقص واحد لأن المقام ثاني يساوي صفر، دونك نحي ناقص واحد ثاني من R. دونك هذوما نقول نقطتين من R كامل كناحو من النقطتين هم زوج، تعود مجموع التعريف تاعنا هي مكتوبة كيما هكذا. يعني كيفاه نقدر نطرح السؤال هل ترى نقدر ندير تمديد باستمرار على الدالتين هذو زوج على الدالة هذه في نقطتين هذو زوج؟ لازم ندرس النهاية. يعني احنا ندرس نهاية دالة f x لما x يؤول إلى ناقص واحد. وش يساوي؟ هي نهاية هل x على x أس 3 زائد 1 زائد 4 على x زائد 2. وش يساوي؟ لما x يؤول إلى ناقص واحد. دونك هو ناقص واحد على صفر زائد 4 ناقص واحد زائد 2. وهذا أصلا راح يساوي لك ناقص ما لا نهاية. راح تساوي ناقص ما لا نهاية لأن هذا عدد ثابت هنا ما يهمناش فيه من بعد شحال يكون. ناقص واحد على صفر هي 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 ناقص ما لا نهاية. إذا الدالة هذه لا تقبل نهاية عند القيمة ناقص واحد. الدالة هذه لا تقبل نهاية عند القيمة ناقص واحد. ومنه لا يمكننا تطبيق طريقة نظرية تمديد الاستمرار. ولا وش معناها؟ أن الدالة F لا تقبل تمديد بالاستمرار عند النقطة عند نقطة ناقص واحد. زين نشوفوا لا 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 النهاية الثانية نهاية لما x يؤول إلى ناقص 2 تاع الدالة fx. وش هو؟ هو لا ليميت لما x يؤول إلى ناقص 2 تاع الدالة هذا x x 3 زائد 1 زائد 4 x زائد 2. وش يساوي؟ هو ناقص 2 ناقص 2 أس 3 زائد 1 زائد 4 على 0. هذا شو يساوي؟ يساوي زائد ما لا نهاية. بطبيعة الحال يساوي زائد ما لا نهاية. بطبيعة الحال يساوي ما لا نهاية. يعني قد يكون صفر سالب قد يكون صفر موجب هنا. يساوي لي ما لا نهاية. دركا الدالة هذه الدالة هذه لا تقبل نهاية عند النقطة ناقص 2. ومنه شنو نقدر نقول هنا؟ أن هنا لا يمكننا تمديد بالاستمرار. نكتب هنا لا يمكننا لا يمكننا تمديد الدالة F بالاستمرار على على R. احنا ما نقدرش ندير تمديد بالاستمرار على على R. على هو لأن النهايات على النهايات لا 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 النهايات عند ناقص واحد وناقص اثنين ما 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 غير موجودة. النهايات غير موجودة اللي هي ما لا نهاية. نشوفوا آخر واحدة نشوفوا آخر واحدة رقم 6. الدالة تاعنا هذه هي كوسينوس مربع x ناقص سينوس x على x. هذه شو لاحظ هنايا في المقام ولا في البسط مجموع التعريف تاعها هي R. في البسط مجموع التعريف تاعها هي R. في المقام لازم نحو زيرو. يعني مجموع التعريف تاعنا وش هي؟ مجموع التعريف تاع الدالة F هو R إطوال. يبقى احنا نطرح ثاني نفس السؤال. هل ترى نقدر ندير تمديد بالاستمرار عند النقطة صفر؟ يعني كيف نكتبها R نحن نكتبها كما معناها. هل ترى نقدر ندير تمديد بالاستمرار عند النقطة صفر؟ ما نقدرش ندير تمديد بالاستمرار. معناتها هل ترى نقدر نضيف صفر نقدر نضيف صفر في مجموع التعريف ولا لا؟ واش ندير هنايا؟ نروح نحسب النهاية عند الصفر تاع الدالة ألفا إكس.
يعني هي اش تساوينا؟ تساوينا لا ليميت تاع حل كوسينوس مربع اكس ناقص سينوس اكس على اكس لما اكس يؤول الى صفر. هنا نقدر نكتب الطريقه اللي جات عكس توحيد المقامات، عكس توحيد المقامات، كيف عكس توحيد المقامات هي شو تساوي؟ دونك تساوي لا ليميت كتبها كيما هكا كوسينوس مربع اكس على اكس ناقص سينوس اكس على اكس. هنا لا ليميت لما اكس يؤول الى صفر وش يساوي؟ كوسينوس زيرو، كوسينوس زيرو دونك اللي هو الواحد على كوسين على 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 ما لا نهايه. لو نكبرها شتعود تساوي لنا الواحد على على الصفر ناقص هذه في النهايه تاعها لما اكس يؤول الى الصفر يساوي بدلناها اللي هي هي الواحد. دونك شو تساوي؟ تساوي ما لا نهايه ناقص واحد اللي هي ما لا نهايه. ومنه الداله هذه لا تقبل النهايه عند نقطه صفر. الداله هذه لا تقبل النهايه عند نقطه صفر. واش معناتها لا تقبل النهايه عند نقطه صفر؟ معناتها ما نقدرش نضيف صفر في مجموع التعريف. واش معناها؟ معناتها لا تقبل تمديد بالاستمرار. الداله اف لا تقبل تمديد بالاستمرار. وشكرا، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. في الفيديو القادم ان شاء الله راح نطرق الى مفهوم الاشتقاق. مفهوم يعني نحل بعض التمارينات، تمارين اول تمارين او ثلاث تمارينات من مفهوم الاشتقاق. رايح نطرق الى مفهوم وكيف نقدر نطبق نظريه لوبيتال. نحاول باذن الله، نحاول باذن الله ندير فيديوهات واحده اخرى في مفهوم التكاملات. رايح نطرق الدوال الاساسيه، كيف ندير تكامل الدوال الاساسيه، كيف نقدر نطبق المفاهيم العامه او النظريات العامه في مفهوم التكاملات. كيف نطبق التكامل بتبديل متغير، كيف نطبق التكامل بتكامل التجزئه. كاين افكار واحده اخرى اللي هي تحليل الى عوامل اوليه ثاني ممكن نحاول نطرقوا لها. انتظرونا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، وشكرا على حسن الاصغاء والمتابعه.